السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم اخوان اخوات، كنشكركم بزاف، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله غادي يعني نخدم معكم الطريقه ديال كيفاش نفصلوا البيجاما، لان كاين بعض الاخوات اللي طلبوا مني انني نوريهم طريقه البيجاما، خصوصا انهم يلا بعدين في الفصاله، وانا الطريقه ديالها يعني تقريبا يعني بسيطه قاعد بزاف، يعني ما فيهاش داك كثره العبار ولا فيها داك يعني كثره دوك العراقيل. المهم دابا ان شاء الله غادي ندوزو للثوب. هنا بالنسبه للثوب انا عندي فيه جوج ونص على متر ونص. انا الثوب دابا انا غادي نخدمه بالعرض. هنايا انا خديت اول حاجه غادي نحيد لكم هما الاولين. انا شديت هنا الثوب، ها هو كما كتشوفوا، ها هو هذا، طويته هنا على جوج، هنايا غير على جوج. غادي نعبرو هنايا. شنو غادي ندير؟ غادي ناخد التركيز غنحيدو، يعني غادي ناخد الكمام ديالي ونشوف التركيز شحال عندي، واش مخرجني ولا لا. دابا انا هنا بالنسبه لي عبرت التركيز، يعني دونك خارج ليا. انا غادي نقطع الثوب بهذه الطريقه، هاد الشكل على الطول. شوف هذا خصو يكون مصلوح مزيان، يعني ما يكونش مكمش، حيت الا كان مكمش ما تيعطيكش، يعني ما تيخرجش مزيان، حيت الثوب دوك الثوبات الخفاف ديال البيجامات ومبرد، هذا يعني ديال الصيف. انا بالنسبه ليا هذا هما الكمام دابا، باش تفهموا مزيان. هنا الكمام ما غنبغي ناخذهم عفوا، غادي نطويهم هكا على جوج بهذا الشكل. ها هو هذا دابا هما الكمام عندي انايا. دابا هنا غادي نخلي هادو، من بعد عاد غادي ندوزو دابا للقدام. هنايا بالنسبه للثوب انا خديتو بالعرض ديالو، يعني هذا هو الطول وهذا هو العرض، هذه هي متر ونص اللي عندي هنا. انا خدمتو بالعكس، يعني انا شديتو غنخدمو على العرض ديالو، يعني غادي يولي الطول هو العرض والعرض هو الطول. يعني انا غنشدو بحال هكا، طويتو هنا على جوج، دابا غنزيد نطويه على أربعة. انا بغيت شويه العرض يبقى عندي هنا، داكشي علاش درت له الطريقه. وعاودتني على حساب ثاني العبار، يعني على حساب الانسان واش يعني هذا العبار ديالو، واش تقدري كاين اللي يقدروا يطوي مثلا غير بالطول ديالو، تخدمي غير بالطول، لا داعي انك تخدمي بهذا الشكل هكا. الانسان اللي بغى يخدمه، يعني الانسان اللي كيكون شويه ضعيف. خاصو نقادو الثوب مزيان، نحاول نقادوه مزيان، ما نخليهوش مثلا هكا مبومبي ولا شي حاجه. دابا غندوزو للعبار. هنا بالنسبه للكتاف غادي نحط سنتيم هنايا في الحاشيه ديال الثوب هنا. نجي غناخد 8، نحيد ديك 8. هنا غنجي عبر الكتاف، على الكتاف انا عندي فيهم هنايا 42، يعني غادي ناخذ 21 النص ديالهم، غادي ناخذ 21 غنزيد سنتيم الخياطه هي 22. وهنا غادي نهبط بثلاثة من هذاك العبر العادي، غنسطر هذه نجيبها لهنايا قاد هادو. هنايا غادي نهبط ب 22، ولكن انا هنا ما غاديش غادي نهبط شويه بكثر، لانه غادي نضطر نهبط حيت يعني هذا السيده شويه يعني باغا شويه الوفاء بزاف، وباغا شويه العرض لا في التركيز ولا في كلشي. انا غادي نهبط هنا تقريبا
المهم 23 تسال 24 على حساب. غادي نجيب هذا الخط هذا غنجيبو مقاد هنايا غادي ناخذ سنتيم هنا غادي ناخذ الربع شحال عندي فيه هنا الربع انا عندي فيه هنا 32 غادي نزيد سنتيم الخيط هي 33 غادي ناخذ هذا وغادي نشوف العبار ديالي واش هو هذاك ولا لا العبار اللي انا بغيت غادي نحط سنتيم من هنا هاد سنتيم نحطو من هنا من هاد يعني هاد ثلاثة ما نبقاوش نحسبو هاد ثلاثة الفوقانية من هاد البلاصة هادي وندورو هنايا ونشوفو شحال عندنا فيه غادي العبار هو هداك اللي بغيت غادي نطراسي هادي هنا صافي ونخرجها لعند الخط هذا تقريبا في النص ديالو يعني نجيبو في النص انا هنا ما غاديش نزيد نكمل العبار غنحبس عند هنا فين غنحبس انا غادي نجي ناخذ شويه هاد الفناتين نقاد بهم هنا باش نحبسو يعني باش ما يديرش ما يهربش ليا الثوب باش يبقى الثوب يعني في هذا سميتو في بلاصتو ما يتفهمش ليا لانه انا عندي غرض به مازال انا من بعد ما عبرت هاد البلاصه هادي من هنا حتى لهنا دابا غادي نقطعو هادي هاد البلاصه غنقطعها ديريكت حتى لهنا يعني ما غاديش نعبر لا ربع لا حزام لا والو يعني كما كتشوفوا هو هنا راه ممكن ندير القطع حتى من هنا الا بغيت نهبط مثلا غير هنا نعبر حتى على فوق السطر نقطع بهذه الطريقه هذه نقطع من هنا يعني نجيب من تقريبا من عند الفتحه انا هنا لا حيت السيده بغاتها من عند يعني من عند الكتاب من عند هذا الربع دابا هنا غادي نجي غادي ناخذ ندير التركيز ديالي ندورو نحيد هذا انا هذا غنخليه تقريبا كله يعني ما غاديش ننقص فيه حتى شي حاجه غادي غير غادي نقطعو غادي نهبط به بهذا الشكل حيت علاش لانه غرضي بهذا الشيء كله غيدخل كله تكماش في الجهه الفوقانيه اللي قطعت انا هنا دابا غادي نقطع يعني غادي ناخذ هاد تقريبا هاد العرض كله غادي ناخذ يعني ما غاديش نقص فيه حتى شي حاجه اللي عندي في الثوب غادي نحيد هاد الفنيسات دابا انا هاد البلاصه هادي غادي ندخل فيها هاد العرض هذا كله غندخله هنايا يعني غادي يجي هكا غادي يجي هكا التكماش من هنا بهذه الطريقه حتى يدخل هادشي كله يدخل هنايا
بهذا الشكل هكا هنا كما كتشوفوا ها هو. وهنا نقدر نزينه بهذا الشكل هذا يعني بشي دونتي ولا شي حاجه على حساب يعني كل واحد. المهم انا ماشي هذا ولكن كاين واحد اخر هذا غير تصاب كان عندي واجد هنايا ولكن المهم هادشي راه تنقلبو غادي نشدو هذه بحال هكا غتجينا بهذا الشكل هادشي اللي بغينا. ما الا ما بغيناش راه نقدروا نديروا منها بناقص بهذه الطريقه هنايا يعني راه غادي نضرب هاد الافتتاحات لهنايا واحد شويه هنا غادي ناخذ التقويره ديال الكول هنا راه خديت فيها 10 هنا الا بغينا غنشدو هذا على جوج غنطويوه هكا على جوج وغادي ناخذوا هذا الوسط هذا ونجيبوا هذه نديروا لها هنايا ندخل واحد شويه هنايا هكا نطويوه ونطويوه واحد تقريبا واحد نص سنتيم وعاد من بعد نبقاو ناخذوا هذه من هنايا بهذا الشكل وغادي وكنبقاو نشوفوا شحال مثلا غادي تخرج لنا من هذا الشيء ونفس العبر غيكون عندنا بنفس الطريقه هكا ونبقاو غادي وكنطويوه فيه صافي حتى تنجيبوه مقاد مع هاد يعني مع التركيز هذا اللي عندنا هنايا بهذا الشكل و تيجينا فيها التكماش هذا ونفس الطريقه غنديرو حتى للجهه الاخرى هذه دابا غندوزو للكمام اللي هما هادو غادي ناخذ الطول ديال الكمام المهم هاد البصله هادي راه عندها يعني كما تيقول القواعد ديالها عندها شحال من حاجه ولكن غير انا حيت قلنا هكا بابسط ما يكون لي كاين اخوات اللي ما عندهمش مع هاد كثره العبارات وما كيتلفوا مع سميتو هذا مع العبار فكيطلبوا قالك يقول لك انا بغينا ابسط ما يكون يعني طريقه تكون بسيطه بزاف دابا هنا غادي ناخذ التركيز واخا انا في الحقيقه كنت غندير لكم فيديو اخر ولكن ما كتبش حتى المره الجايه ان شاء الله هنا غادي نشوف شحال عندي هنا التركيز عندي فيه هنا 31 هنا غادي نهبط بحداش وهنايا راه اللي كيعرف يقور هاد التكويره راه غادي يجيبها بهاد الشكل هكا اللي ما كيعرفش غيشد من هنا لهنايا غيقسمو على جوج وكنشدو هذا كما سبقت وريتكم غادي نحطو هذا هنايا ومن بعد نحطو هذا هنا ولا غادي نقسمو هذا على جوج ومن بعد نقسمو ثاني من هنا لهنا ثاني على جوج وعاد من بعد ثاني هنا فاش كنجيبو ثاني هذا وهذا من هنا لهنا حتى هو كيتقسم حتى هو على جوج المهم هادو فيهم كثرة العبارات فبلا ما نبقاو نصدعو راسنا فراه كتخرج نفس الطريقة كتخرج هنا غادي ناخد راس الكم دائما هذا كنصح بانه دائما شدوا الثوب هكا باش ما يهربش من الثوب تيبقى يعني لاصق ما تيبقاش عاد حتى دابا انا نقصوه ولا شي حاجه نقادو المهم تيبقى عندنا راه مشدود بهاد الفلاتي
ديالكم دينا راه هو كما كتشوفوا راه هو التركيز ها هو تا هو يعني مقاد الطول ديالو هو هذا. هنا كما كتشوفوا انا هنا راه غير لصقت غير بالفناتي باش تبان لكم مزيان. هنايا ها هي درت لي انا هذا غير لصقته، المهم هادشي راه صغير بالفناتي فانا هذا ما غاديش ليه يعني غندير لها واحد اخر. بالنسبه لهنا الظهر انا ما غنديرش فيه هذا، يعني غادي نخيطها غير عادي، يعني غادي ندير فيه شويه ديال التكماش ولكن ما غاديش ندير فيه هاد الباندا هادي. فكنتمنى هاد الفكره هادي تعجبكم، وكنشكر جميع الاخوان والاخوات فاللي يعني اللي كيشاركوا في هاد القناه، وحتى الاخوات الجدادات حتى هما تنقول لهم مرحبا بكم. وكما كنقول لكم دائما فما تنساوش يعني تلايكيو معكم وتصيفطوا لي التعليقات ديالكم. وكنشكر جميع الاخوان والاخوات اللي يعني اللي من المغرب واللي خارج من المغرب، وفيديو اخر ان شاء الله فكره اخرى. وكنتمنى كما دائما يعني تعجبكم هذه الفكره، وكنقول لكم السلام عليكم.